وما زال هاشتاج مرفأ بيروت يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة العديد من النشطاء والفنانين، وكان آخرهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي شاركت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام وهي تنظر إلى المرفأ، وعلقت عليها وقالت: تغير المنظر يلي كنت شوفه من شرفة بيتي المطل عليك يا مرفأ. كنت أوقف على الشرفة وشوف بيروت الحلوة، شوف الأضوية والناس عم تتمشى مبسوطة. هيفاء وهبي شاركت فيديو لانفجار مرفأ بيروت بتسجيل صوتي خاص فيها، وهي تقول: شعر خاص بالشعر اللبناني علي الأخرس. فلنتابع هذا الفيديو. اشتقنا لك قد الدنيا، مش لبق لك هالسكوت. خسرنا صوتك من سنة، ما تجيفينا يا بيروت. بعده الحلا بريدك، الله بالقوة يزيدك. كلنا رح نغمر ايدك تنضوي عتمة البيوت. اشتقنا لك قد الدنيا، مش لبق لك هالسكوت. خسرنا صوتك من سنة، ما تجيفينا يا بيروت. بعده الحلا بريدك، الله بالقوة يزيدك. كلنا رح نغمر ايدك تنضوي عتمة البيوت.